نعتقد بأنه تراجع دور المثقف ليس أمرا مقتصرا على المغرب، لهذا توجه عالمي وترسخ بعد سقوط حائط برلين. يعني العالم لم يعد حاجة إلى شخص يطرح الأسئلة أو ينخرط في دينامية المجتمع كما توارد حتى الهيئات الوسيطة. لذلك كان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على المغرب، ولذلك يعني تراجع دور المثقف الذي كان منخرطا في هيئات سياسية إلى آخره. الآن طبعا نعيش معطى جديد، لأنني مثل ما قلت في هذه المحاضرة يعني الفترة التي أعقبت حائط برلين انتهت، ولذلك نحن نحتاج إلى دور المثقف مثل ما نحتاج إلى دور الهيئات الوسيطة، وكذلك إلى الأهمية إلى القضية الاجتماعية بمعزل يعني عن الاقتصاد. يعني كانت القضية الاجتماعية تعتبر نتيجة وتابعة للاقتصاد، الآن لا، هناك يعني أولوية، وهو الأمر الذي يظهر جليا فيما يعتمل في العالم، في أوروبا، في أمريكا اللاتينية، وطبعا في دول قريبة منا وفي بلادنا. أنا لم أتحدث فقط عن التعليم أو الصحة، اعتبرت بأن هذين الورشين ورشان مهمان فيما يخص قيمة التضامن، على أساس أن هذين الورشين لا ينبغي أن ننظر إليهما بمنظار يعني مالي. هذا هو الذي قلت، يعني التعليم ليس سلعة، الصحة ليست سلعة، هذا واجب، ولا يمكن أن ننظر إلى هذين القطاعين بمنظر مالي أو حسابي، لأنهما يعبران عن قيمة التضامن، ولا مجتمع من دون تضامن. هذا هو الذي قلت، ولذلك ينبغي أن ننأى عن لغة الأرقام. هناك لغة سادت وهي الأرقام، هناك أشياء تتجاوز الأرقام، لأن أهميتهما أهم في نهاية المطاف يعني على المدى الطويل من يعني النفقات التي قد تنجم عن قطاع التعليم إلى آخره. هذا هو الذي قلت، وهو أمر يبرز جليا في العالم كله، أهمية التعليم وأهمية الصحة كقطاعين يجسدان يعني التضامن. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.